وفقا لإحصائية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، أكد المستشار أسامة العصفور الأمين العام للمجلس أنه تم ضمن 22 جلسة خلال دور الانعقاد المنصرم إقرار العشرات من الموضوعات ما بين مشروع ومرسوم واقتراح وإحالتها إلى الحكومة، وذلك بعد النظر في 77 مرسوما ومشروعا بقوانين، مشيدا بجهود جميع السادة الأعضاء والعاملين في السلطة التشريعية. يذكر أنه يتم حاليا دراسة 18 مشروعا بقانون، 10 منها جاهزة للعرض على الجلسات المقبلة في دور الانعقاد الثاني.